بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الصابرين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأشقياء الأنداء. وآتوا اليتامى أموالهم، مش أموالك هيك. أنت تريك كنتوتو، أنت راع لمصالح الأيتام، وخاصة حكاية المال اللي هو قوام الأعمال. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. مش قدر عندك مالك ومال أمومة وتبدا تنهب، وشكون راه؟ ما راحت خيال، مش راه بشر، هو الله خلق البشر، هو اللي راك ما تبدلش. تعمل الذي هو أدنى بالذي هو خير، الأدنى هو الخبيث والخير هو الطيب. ابقى عند مساحة الحلال، يرحمك الله، خاصة في أمر الأيتام وأموالهم، خاصة لأن هذيك أمانة في رقبتك. اتعلم لكون كلامكم يكرب كلام باطل. قال كبوا، ماكش انت ارحم من ربه، يتكب سعدك انت اللي ما تحياش. شرع تشريعات ضد ما شرع الله، والحمد لله اللي ربي كشاف، والحمد لله اللي يعطيكم نابكم في الشقاء. اتعدى وزيد اتعدى على اموال الايتام، وترى بالضبط من رب الانام كيف يعاملك يا شقي، واللي ما تجمش تميز كوعك من بوعك ولا خيرك من شرك، نسأل الله السلامة.